سنقوم الآن برسم ثلاث رسومات شخصيتين، وأنتم عليكم أن تحزروا من هذه الشخصيتين. اتفقنا؟ فليدخل الرسام محمد والرسامة سارة. حيوهم. بالروح بالدم ثورة وحدة إن الشعب آمن فائد دم الشهيد يفوح فائد يا موطن المجروح فائد أمواك يا وطني بكاملها وبمجملها تتوزع ناحية ما تكتبه الأنامل والأقلام، والجميع يبتسم للوحتين فنيتين سيتم ترجمة المعاني مع إبداع الرسام والفنان. اتفنت مع الدنيا بوركت يا ولدي بوركت يا ولدي كلنا إصرار إن الشعب يلا سمعنا وين ايوه فبراير صورت الشعب البين ذكرى فبراير اصبحت لي يوم عيد غنوا غنوا الليلة ليلة سعيد ايوه فبراير صورت الشعب البين اسمع وين حيوا فبراير ثورة الشعب المجيد ذكرى فبراير أصبحت لي يوم عيد غنوا غنوا الليلة ليلتنا سعيد حيوا فبراير ثورة الشعب المجيد حيوا فبراير ثورة الشعب المجيد ذكرى فبراير أصبحت لي يوم عيد غنوا غنوا الليلة ليلتنا سعيد حيوا فبراير ثورة الشعب المجيد حيوا فبراير ثورة الشعب المجيد ذكرى فبراير أصبحت لي يوم عيد غنوا غنوا الليلة ليلتنا سعيد حيوا فبراير ثورة الشعب المجيد حيوا فبراير ثورة الشعب المجيد ذكرى فبراير أصبحت لي يوم عيد غنوا غنوا الليلة ليلتنا سعيد حيوا فبراير ثورة الشعب المجيد شكرا شكرا. الأعزاء والعزيزات، قبل 9 قرون تقريبا بنيت هذه القلعة قلعة القاهرة ولتكون منطلقا لبناء وتأسيس مدينة تعز، وقبل 9 أعوام تحديدا انطلقت شرارة ثورة فبراير أيضا من تعز ولتكون منطلقا ونواة
لثورة الشباب الشعبية السلمية التي عمت كل أرجاء الوطن دون استثناء بعد ذلك. بين هذين الحدثين الكبيرين عبر تاريخ اليمن القديم والمعاصر قاسماً مشتركاً واحداً ألا وهو عظيمة اسمها تعز. الحاضرون جميعاً، ليس مصادفة ولا عبثاً أن ندشن نحن وإياكم الليلة احتفالاتنا بالذكرى التاسعة لثورة الحادي عشر من فبراير الخالدة ومن جنبات قلعة القاهرة بتعز، ببعد هذا الاختيار الحضاري وعمقه التاريخي وبرمزية ومدلولات شموخ ومنعة المكان والزمان وقبلهما أنتم الإنسان. وقبل الختام رسالة أوجهها للسلطة المحلية في تعز ولقيادات تعز العسكرية والأمنية ولكل هيئات سلطتنا الشرعية في الداخل والخارج، ونقول لهم ودون إطالة أو إساب، كونوا بحجم فبراير التي جاءت بكم وبحجم تضحياتها وآمال شبابها، وإياكم ثم إياكم خذلانها وخذلان دمائها، فالتاريخ والأجيال قاطبة ترقبكم ولكم الخيار، فاختاروا لأنفسكم مجداً لا ينسى ورفعةً لا تبلى أو غير ذلك من مآلات الخذلان التي لا تليق إلا بالعاجزين والمترنحين وأرباب المفاسد. أخيراً الرحمة والخلود لشهداء ثورتنا اليمنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر وفبراير، ولشهداء مقاومتنا الشعبية وشهداء جيشنا الوطني الأبرار، والشفاء العاجل لجميع جرحان الأبطال، والحرية للأسرى والمختطفين والمخفيين قصراً، والمجد كل المجد لليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع دق الطبول وتصفيق الجمهور أتمنى أن تتناغم التصفيق مع دقات الإيقاع بالإيقاع التعزي واليمني. هيجت ذكراك التاسعة كل قلب يا ثورة الحادي عشر من فبراير. هيجت ذكراك قال وبها غنى محمد، هو بالألحان مالا كالعناقيد وأنشد، دفع السامع مالا عندما البلبل غرد. وجراحي لو توالى بسمة الشهداء في الخد، البسمة الحرة للعضو المنسق لهذا الحفل والكرنفال عضو مكتب الثورة الأستاذة حياة الذبحاني، ما الذي تقوله في هذه اللحظات؟ وتعز تدفع الشهيد عبد الله عبد الباسط البحميري والشهيد أنس محمد الصلاحي والشهيد الحمزة والشهيد أحمد عوض الحميري هذا اليوم، كيف يكون الثورة؟ هل تستمر الثورة أم لا؟ الجواب على لسان الأستاذة القديرة الثائرة حياة الذبحاني. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نقرأ الفاتحة لروح شهداء فبراير وكذلك لشهدائنا الذين يسقطون في الجبال وفي التباب وفي الأزقة والشوارع وهم يذودون عن هذا الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة الحضور الحاضرين والحاضرات، ثائرين وثائرات الحادي عشر من فبراير وصناعه والشاهدون عليه، سلام الله عليكم في الذكرى التاسعة للثورة المجيدة. لقد استطاعت ثورة فبراير أن تمنح لوجودكم صورة ولأفكاركم صوتاً ولأحلامكم أجنحة. إن ثورة فبراير كانت نتاج لانسداد كل الآفاق واختلال الأوضاع وتراكم الأزمات وتصاعد الاحتقانات التي ارتكبها النظام الحاكم. لقد خرج ثوار الحادي عشر من فبراير إلى الساحات في وقت أصبح فيه الصبر أكثر على الوضع القائم، دلالة على الجبن والصمت شكلاً من أشكال الخيانة. وفي اللحظة التي صار فيها الهدوء أخطر من الغضب والانتظار، أسرع الطرق إلى ما لا يحمد عقباه. الإخوة الحضور الحاضرين والحاضرات، لقد كانت ثورة الحادي عشر من فبراير امتداد لثورة سبتمبر وأكتوبر المجيدتان في شمال وجنوب الوطن ضد الإمامة والمستعمر الباغي، وتأكيداً على نضالات شعبنا اليمني العظيم الممتدة لعقود في سبيل الوصول إلى الدولة المدنية الحديثة وتعزيز قيم الحرية والعدالة والمساواة والتداول السلمي للسلطة، كما هو أيضاً رد اعتبار للجمهورية اليمنية ونضال اليمنيين ضد التفرد والفساد والخرافة. إننا ونحن نحتفل بذكرى الحادي عشر من فبراير، فإننا نحث على السعي لإحياء القيمة الوطنية لهذا الحدث الكبير وجعلها مناسبة للخروج من
تحت عبات التعصب الحزبي والجهوي والتخندقات الضيقة إلى رحاب اليمن الكبير، وإرساء قيم الديمقراطية وروح التبادل السلمي للسلطة بأخلاق القبول بالآخر. والحزبية تعد وسيلة للبناء والديمقراطية وليس للتعصب حول المشاريع الضيقة. إن هذه الثورة التي نحتفل بها اليوم ليست إنجازاً لحزب أو جماعة، ولا هي مكافأة لفئة على أخرى، بل هي ثورة ضد التمييز وحدث وطني يخص كل اليمنيين. وكل اليمنيين اليوم مدعوين لاستكمال مسيرة الحلم عن طريق الفعل الشعبي المتراكم وقوة الشارع المعبر عن قوة المجتمع وإرادته. أخيراً، المجد للثورة والمقاومة، الخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، والنصر العاجل لليمن القريب. وغداً نلتقي في قلعة القاهرة وشارع جمال للاحتفال.